البند الثالث اللي يهم المحامين واللي احنا محتاجين نسمع برضو اراء حضراتكم فيه وناخدوا خطوة إيجابية في هذا الأمر، هو موضوع تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاش الخاص بالسادة المحامين. تعرفين قيمة المعاشات اللي موجودة، المعاش كان الحد الأدنى 700 جنيه زيد أيام المرحوم رجاء عطية، ونفذ أيام الأستاذ مجدي سخا إلى 1000 جنيه الحد الأدنى. ال 1000 جنيه وال 2000 جنيه صفات 1000 جنيه وال 2000 جنيه وال 3000 جنيه غير كافية في ظل الظروف اللي احنا موجودة فيها، حالة التضخم الاقتصادي الموجودة في البلاد وزيادة الأسعار. لا 1000 جنيه هتكفي المحامي ولا أسرة المحامي، ولا ال 2000 جنيه هتكفي المحامي. في ناس بتاخد 1000، في ناس بتاخد 1500، في ناس بتاخد 2000، في ناس بتاخد 3000، وده محامي وده محامي وده محامي. الفرق بين ده وده وده إن ده خرج في سنوات سابقة والتاني تم التعديل عليه. الأمر ده محتاج إن احنا نراعي هذا الأمر، لأنه في أولاد قُصر وفي شباب محامين بيتوفى، فبيضطر ياخد الحد الأدنى للمعاش. الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه لا تكفي أسرة محام، ولكن هذا الأمر برضه بيتطلب زيادة موارد. يعني الأمر ما يقدرش، لازم يبقى في 2 تقريرين من خبراء اكتواريين، وكان لنا تقريرين من خبراء اكتواريين في السابق في هذا الأمر، والخبراء أوصوا بعدم زيادة المعاش نسبة 5%، قالوا إن 5% اللي هتزيد في المعاش هتسبب عبء على موازنة النقابة، عبء على موازنة النقابة، النقابة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها. أنت عندك معاشات، أنت عندك علاج في زيادة الأسعار الموجودة وما زالت القيم الاشتراكات زي ما هي. أنا عندي اشتراك 150 جنيه، بقت قيمة الاشتراكات المحصلة من المحامين في العلاج والاشتراكات العادية 60 مليون جنيه. أنت بتصرف في العلاج وحده ما في السابق ما بين 350 ل 400 مليون جنيه. احنا مع الزيادة اللي موجودة وارتفاع سقف الحد الأقصى للعلاج من 30 ل 40 ومن 50 ل 60، أنت محتاج ما لا يقل من 500 ل 600 مليون جنيه عشان تقدر توفي بالتزامك. انت مواردك ما زالت زي ما هي، مواردك ما زالت زي ما هي طبقا لاخر ميزانيه معتمده موجوده في 21. كانت ميزانيه النقابه 705 مليون جنيه، 705 مليون جنيه ده بدانا الكلام ده كله. بعد كده في الجمعيه العموميه، في الجمعيه العموميه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم في تحريك الاشتراكات وتحريك اشتراك العلاج، وعشان نزود المعاشات لان بيتعمل دراسه من خبير اكتواري هيحتاج ايه عشان نزود. ولكن الحاجه اللي انا عايز اطمن حضراتكم فيها ان احنا في نهايه شهر 9 لما استلمنا نقابه المحامين ولما استلمت تحملت المسؤوليه كان عندي قيمة موارد الأصول الموجودة داخل النقابة اللي هي متمثلة في الحساب الجاري والودائع 1.2 مليار جنيه. احنا دلوقتي النهارده انا بكلم حضراتكم او طبقا لاخر ميزانية موجودة معايا امبارح، احنا وصلنا لمليار 272 مليون جنيه بزيادة، 270 مليون جنيه في الست شهور السابقة. وفعلا بكامل التزاماتنا، مفيش علينا التزامات، بالعكس احنا اشترينا اصول اضيفت للنقابه هنتكلم فيها بعد كده. اصول عقاريه اضيفت ووفرنا 270 مليون جنيه في الست شهور السابقين. لو مشينا بمعدل التوفير بالشكل ده وحافظنا على موارد النقابه واموال النقابه، صدقوني هنقدر نزود معاشات بشكل يليق بالمحامي واسره المحامي وكرامه المحامين، وفي ذات الوقت هنقدر نزود المعاشات بالشكل اليافي للحاجه لحاجه المحامي واسره المحامي.